لسه مع المنتخب المغربي اللي مش هنسيبه لحد ما ان شاء الله ان شاء الله نفرح بيه يوم السبت القادم وهو فائز على المنتخب البرتغالي وواصل لسيمي فاينل كاس العالم. انت متخيل؟ متخيل الكلام اللي انا بقوله طالع من لساني دلوقتي دوت؟ متخيل الحلم؟ نقول المنتخب المغربي، انا مستني يوم السبت ده اجي بالليل اقول المنتخب العربي المغربي يصل لنصف نهائي كاس العالم. انت متخيل؟ حلم حلم، وان شاء الله المنتخب ده المنتخب المغربي ده خلى الاحلام كلها واقع، فان شاء الله الحلم يبقى واقع يوم السبت ان شاء الله القادم. معايا عبر الهاتف الان الاستاذ عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطه النقاد الرياضيين في المغرب. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اهلا وسهلا اخي العزيز الاستاذ كريم، تحيه ليك والمشاهدين الافاضل، وانا سعيد بان اكون معكم على الهواء مباشره من المغرب ونحن نعيش هذه الاجواء، أجواء الفرح وأجواء البهجة بهذا التألق اللافت للمنتخب المغربي لكرة القدم الذي يشرف نفسه ويشرف كرة القدم العربية في هذا المحفل العالمي الكبير الذي تحتضنه دولة عربية شقيقة ألا وهي قطر. المنتخب المغربي عيشنا كلنا في حالة سعادة مفرطة الأيام اللي فاتت، يعني في مصر هتلاقي سعادة، في السعودية هتلاقي سعادة، في تونس، في الجزائر، في قطر، في عمان، في البحرين، في أي دولة عربية كل الناس كلها دلوقتي شايفة أن المنتخب المغربي ده منتخبها، منتخب بلدي، وإحنا نتعامل الآن مع منتخب المغرب وكأنه منتخب بلدي عشان هو شرفنا ورفع رأسنا. قل لي إحساسك وإحساس كل الجماهير المغربية للي وصله المنتخب المغربي حتى هذه اللحظة في كأس العالم. أستاذ كريم رمزي، هو إحساس متقاسم، إحساس مشترك من الماء إلى الماء، من الخليج إلى المحيط. فلا تتصور أخي كريم، بالأمس مباشرة بعد نهاية المباراة وتم الحسم كما يعرف الجميع عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية، توصلت بسيمي مكالمات هاتفية من زملاء إعلاميين من أرض الكنانة، من مصر، من لبنان، من فلسطين، من مجموعة من الدول العربية، إلى درجة أن زميل صحفي لبناني وهو الأستاذ حسن شرارة وأحييه بهذه المناسبة تحدث معي وهو في البيت وأبناؤه يبكون يدرفون دموع الفرح. تصور معي هذا السحر وهذا الوقع الذي تحدثه الرياضة وتحدثه الانتصارات الرياضية العربية، سواء كان المغرب أو كانت مصر أو كان الأردن أو كانت تونس أو كان أي بلد عربي آخر. صحيح. فالحمد لله أن هذه الرياضة جعلتنا نستفيق ونقدر المرحلة التي تعيشها الأمة العربية في الظرفية الراهنة، ونحن في أمس الحاجة إلى الوحدة وإلى التضامن وإلى تكريس هذه المعاني، معاني الأخوة والتضامن والوحدة والأخوة والتعاون وتبادل الخبرات وتبادل التجارب. صحيح. لذلك فهذه هي الرياضة، الرياضة لها سحرها الخاص، ولذلك فالمشاعر مشاعر جميع العرب، جميع العرب سواء كانوا داخل أوطانهم أو كانوا يعيشون في بلدان أخرى، الكل كان سعيدا وكان منتشيا، والكثير من الرسائل التي توصلت تقول لنا رفعتم رؤوسنا. ولذلك فنحن شعورنا واحد، ونتمنى لهذه التجربة الجميلة وهذه المشاركة الرائعة، نتمنى أن تكتمل حتى النهاية، ولما لا أن نرى المنتخب المغربي في نصف النهاية أو في المباراة النهائية إن شاء الله. الفكرة أنه فعلا المنتخب المغربي رفع سقف توقعاتنا بشكل كبير جدا. نحن نتحدث الآن عن المنتخب المغربي، ليه ما يوصلش نهائي كأس العالم؟ ليه ما ياخدش كأس العالم؟ احنا رفع سقف توقعاتنا، وده مسنود على فكرة انك تكسب كرواتيا وصيف كأس العالم 2018، تكسب بلجيكا ثالث العالم 2018 والمصنف الثاني عالميا، تكسب المنتخب او تتخطى المنتخب الاسباني بطل العالم قبل كده، فهو اللي رفع سقف توقعاتنا. هل دي توقعات مشروعة ولا مبالغ فيها؟ والله لما تسمع للناخب المغربي، للمدرب المغربي وليد الركراكي، ويتحدث منذ قبل ان يسافر مع المنتخب المغربي الى قطر وقبل ان يدخل غمار مونديال قطر، كان دائما يقول بان ويطلب ويناشد
الإعلام الرياضي المغربي والجماهير المغربية يناشدها بأن تبقى متفائلة، وبأن وحتى الجماهير المغربية يطالبها بأن تساند وتدعم وتثق. كان دائما يردد هذه الكلمة، صحيح، ثقوا، عليكم أن تثقوا في هذه المجموعة. وكان يمزح، وكان يمزح في أحد اللقاءات الصحفية، قال يقول ممكن الكرة ترتطم بالعارضة ولا تدخل وتخرج. فقال لهم كرة القدم هي 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 رياضة تعتمد صحيح على الحظ، ولكن تعتمد على المثابرة وعلى الثقة. قال لهم أريد منكم أن تنقلوا هذه الثقة إلى اللاعبين. ولذلك أعتقد بأن وليد الركراكي كمدرب طموح، كمدرب واعد، بالنظر للتجارب الناجحة التي حققها في مساره التدريبي القصير، سواء مع فريق الفتح الرياضي أو فريق الوداد الرياضي، وتجربته أيضا التي كانت في الدوري القطري، فهو عنده طموح كبير، وكانت بصمته بصمة واضحة أنه الجميع يقدر الدور الذي لعبه وليد الركراكي في خلق تلك التوليفة وذلك التجانس. أصبحنا نستشعر بأن المنتخب المغربي عبارة عن عائلة، وهناك الكثير من المحللين والنقاد كانوا يرددون منذ أيام بأنهم لأول مرة يشاهدون المنتخب المغربي بجميع مكوناته ولاعبيه، سواء اللاعبين الرسميين أو الاحتياطيين، يشاهدون بتلك الروح، صح، روح التضامن والمساندة والتماسك. اللاعب الاحتياطي كأنه لاعب على المستطيل الأخضر، صحيح. فهذه الروح العائلية الفضل فيها يرجع إلى وليد الركراكي الذي استطاع أن يخلق في هذه المجموعة روح الحماس وروح الثقة وروح أيضا الشجاعة، لأنه لا يجب أن تخشوا أي منتخب، يجب أن تدخلوا وتطبقوا التعليمات وتضعوا في 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 مفكرتكم وفي وجدانكم أنكم تمثلون بلدكم، تمثلون كرة القدم الإفريقية، تمثلون كرة القدم العربية. يجب أن تؤمنوا بمؤهلاتكم وإمكانياتكم وتدخلوا إلى الملعب وتؤدوا واجبكم. والملفت أخي كريم، وما شاهدناه، هناك العديد الآن من اللاعبين هم مصابون، هناك من له إصابة طفيفة، وهناك من يشعر بالعياء ويشعر ببعض الآلام، ومع ذلك فهو يسابق الزمن لكي يكون مؤهلا لخوض أي مباراة. صحيح. فأنتم شاهدتم بالأمس كيف أن مجموعة من اللاعبين، بعض اللاعبين لم يكونوا يرغبون في الخروج رغم أنهم مصابون، كانوا يريدون أن يستكملوا المباراة وهم في تلك الحالة من الإرهاق والتعب والألم الذي يشكون منه. صحيح. ولذلك أعتقد أن هذه الروح هي روح إيجابية. صحيح. اللاعبون مستعدون لترك أعضائهم، لترك كل شيء فوق المستطيل الأخضر من أجل إسعاد جماهيرهم، من أجل إسعاد وطنهم، ومن أجل إسعاد الجماهير الرياضية العربية من الخليج إلى المحيط. صحيح. أستاذ عبد اللطيف المتوكل، رئيس رابطة النقاد الرياضيين بالمغرب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، قلوبنا معاكم، قلوبنا مع المنتخب المغربي، إن شاء الله الأمور تفضل زي الفل لنهاية كأس العالم، وليه لأ؟